اليوم أحلام عن القراءة العاطفية لبرج الجدي لشهر يونيو. أنت بتوقع كأنك مخلي كل شيء للقدر، وكأنك مستني شيء في العلاقة إن القدر يصلحه، وكأنك أنت حاسس نفسك مش قادر تعمل أي شيء تجاه العلاقة هاي. خلينا نشوف. أنت شايف إن بتقصر فينا للبعض منكم، إنه في بلوكات بيناتكم، واحتمال أنت شايف الشخص ده روحاني وحساس جدا، وأي كلمة بيزعل بيطلع من العلاقة. هو شخص عن جد حساس جدا ومشوش جدا. الشخص هذا يعني ما بيعرف ايش بده بالضبط، دائما متحير وحساس جدا وزعلان حاليا. انتوا شكلكم منفصلين زي ما حكيت لك، انت كانك تركت الموضوع للقضاء والقدر، كانك استسلمت. انت في وقت يعني استسلمت لهي العلاقه، استسلمت لربنا انه اللي فيه خير هو يقدمه، واذا لكم نصيب مثلا بعض تاخدوا بعض. انت خلص مستسلم للقدر، للحظ، للنصيب، وانت وحظك. وانت شايف هذا الشخص مغلق، ابتعد، اغلق كل الوسائل بينك وبينه، تباعد نهائيا. وانت شايفه برضه روحاني زي ما حكيت لك، حساس جدا جدا هذا الشخص، وكأنه انت خيرته بين شيئين، بين امرين، والشخص هذا ما اعتقدش اختار، ما اعطاكش جواب، لان الشخص هذا زي مش عارف ياخد قرار اصلا، او هو شخص ما بيعرف ياخد قرارات نهائيا، بطول فعلا، هو بياخد وقت في التفكير، يعني وقت طويل جدا جدا، يعني بيقعد يحسب، يضرب اساس في اخماس لحتى يطلع قرار. وحتى لو طلع في قرار، مش القرار اللي هو بيكونش فاضي عنه، يعني هو زي باخده انه خلاص اجباري اني اخد هذا القرار بس. وفكرة على الشخص ده بلوكك، يعني فكرة لو حط لك بلوكات يا برج، عفوا يا برج الجدي، هذا الشخص بلوك من البيت. ما تقوليش انه كوانتات انا ومحيت ومحا، وهو يعني بيقدر يعمل كوانت جديد، فيس جديد، اي شيء جديد، ويربك من خلاله. فانت خلاص انت مستسلم، انت في حالة الصعود والهبوط، الصعود والهبوط، يعني شيء بتحس نفسك حماسي للشخص هذا، وشيء بتحس نفسك انه خلاص انت استسلم، ويعني كأنه مش انتصرت، مش شايفها انه انت منتصرت في هاي العلاقة، لكنك استسلمت للواقع. امرات انت بتكون نفسك تروح مثلا تحكي، بتلاقيه حاطط لك بلوكات مش قادر توصل، وفجأة بتعرف تتراجع، ترجع بتحكي خلص خليها للقدر. يعني انت بين هيك وهيك. طيب خلينا ناخذ الكروت رومانس فيري سون، قريبا جدا. قرر بوضوح ما تريد حتى يأتي إليك الآن. في شيء إذا أنت مثلا تمنيت شيء داخلك راح يحصل، أو أنت إذا دعيت دعوة ادعي شيء، لأنه أنت شكلك الحظ معك، في شيء القدر معك، هو اللي بجنبك، مش أي شيء، ولا أشخاص ولا ناس ولا أي شيء. القدر جنبك، ربنا هو جنبك، فهو بقول لك قرر انت ايش بدك، احنا رح نستجيب عليه قريبا جدا. فقرر ايش بتكون، سواء هذا الشخص شخص جديد، اي شيء. طيب يوصل ميت تشالنج ان يور سول ميت، هون بيقولوا لك نادي على السول ميت تبعك. صلاتك والتأكيدات وتصوراتك تساعدك في جمعك مع السلميت تبعك. فهون بيقولوا لك نادي على السلميت، فهون بيقولوا لك انه قرر قريبا جدا، فانت في عجلة الحظ، يعني انت هلا بتقدر تدعي دعوة وتستجاب. في شيء حواليك وكأنه باب الحظ مفتوح لك، فادعي ونادي على السلميت رح يرجع.
وراجع مشاكل. بس يعني اذا انت حابب ان هذا الشخص يرجع لحياتك، او سواء انت بدكش هذا الشخص، بدك تسمي التاني رفيق روح تاني وبدك تنده له، قرر انت شو بدك، لانه انه انت في عجلة الحظ، انت المصير بيعمل فيك هيك، لانه لازم انت تاخذ قرار صح. فانت حاسس نفسك بالمصير، انت نفسك شخص حاسس حالك بتمر بشيء قدري، بشيء قضاء وقدر، مؤمن في القضاء والقدر. فانت قرر، الحظ معك، عجلة الحظ كلها في ايدك. انت قرر شو بدك، سواء هذا الشخص سواء غيره، فانت قرر. اذا مش مرتاح مثلا مع هذا الشخص اتعبك، بتقدر انت تتمنى من ربنا انه يبعث لك شخص يحترمك ويقدرك وتكون مبسوط معه وتحبه ويحبك. يعني بتقدر انت هاي الامه تطلبها من ربنا. الحيح في الدعاء في له استجابه عجيبه اذا انت لحيت في دعائك. فدائما انتوا الحوا في دعائكم واطلبوا من ربنا كثير. حتى في الاستشفاء لما انتوا تحسوا نفسكم انكم انتوا موجعين، استشفوا في النداء لربنا وحطوا ايديكم على قلوبكم وقولوا يا رحيم، بس قولوا يا رحيم وربنا بيرحم قلبكم. طيب هون بيحكوا لك شكله انتوا في بينكم طرف ثالث. فهون بيحكوا لكم اطفال النبلي والكريستال. كمان انتوا من الاطفال اللي ما يسموا في الكريستال، و انا يعني طبعا بصراحة يعني انا ما بأمنش في هاي الاشياء، الاطفال الكريستال والنابلي والاشياء هاي، لكن انتوا يعني يمكن انتوا بتأمنوا في كتير شغلات. فانا رح احكي لكم شو بحكي لكم الكارت بالضبط. لديك رابط مع الاطفال على وجه الخصوص، يمكنك مساعدة الاطفال الذين يعانون من الحساسية. يمكن انت طبعا ما نبعد عن انه نحكي انك انت شخص من هذول الاطفال النبلي والكريستال والخرافات هاي. نحكي انك انت شخص يمكن مريت بمرحلة طفولة خلتك تحس بالاطفال، يعني انت لما تشوف طفل حزين تعرف عندك الحساسية، يعني تحس في هذا الشخص او بتحس على عفوا في الطفل. ففي يمكن انت في منزلك طفل حساس، يمكن عنده الربو وعنده التوحد، عنده شيء ما. فبقول لك انت اثناء رعايتك لنفسك برضه راعي الطفل الحساس اللي عندك. في طفل عندك حساس او ما له شيء او مريض، يعني شوفوا انتو شو. صح انا قارئ تارك بس مش كل شيء بآمن، يعني انا بحب الاشياء اللي تكون مع دلائل. فيمكن انا يعني عذروني بالنسبة للي بيحكوا الاطفال الكريستال والنجوم وكل هاي، انا بصراحة قرأت فيها لكن ما عجبتنيش. طب خلينا نشوف هون. هون بيحكوا لك التفت من الذي تشبت إليه. انت في اشي متمسك فيه، ويمكن انت الدعاء اللي هم بيقولوا لك يعني قريبا جدا رح يستجاب. يمكن انت متشبث بشيء التفت فيه، التفت عليه، في شيء انت ماسك فيه. هلا طاقة الشخص هذا شكله فرحان وبمر في وقت فرح واصدقاء ولمة حواليه، كمان في عندهم فرح بسبب يعني الرفع الحضر، يمكن عنده فرح اخ او اي شيء. الشخص هذا فاتح قلبه للحب، فاتح قلبه للحياة، وحابب انه يحس بالحب ويحس بالرومانسية، لكنه مش عارف حس طاقته كانت حزينة. يعني ممكن هو حزين من ابتعادك عنه. هلا بنشوف شو بيطلع معنا، لأن الشخص هذا فاتح قلبه للحب أو ممكن داخل بعلاقة غيركم.
بنتظر شيء ما. الشخص ده بيراسل حدا على الإنترنت كتير، وبيقعد يتفرج من بعيد، يمكن عنده علاقات كتير على الإنترنت. الشخص بيقعد يتفرج على الرد، إذا الأشخاص ردوا عليه أو لا، للبعض منكم طبعا مش كلكم. وللبعض منكم الشخص هذا ماسك مشاعره وخايف يزعله، خايف يزعله إنه فقد الفرصة معاكم، وبيحاول إنه يلجأ للفرح والمرح والأصدقاء واللمة لحتى يخفي الزعل. الشخص زعلان جدا جدا، وطاقته ناحيتك زعلان. فأنا بحس هاي إنها طاقتك أنت. الشخص هذا يمكن عرض عليك الصلح لكن أنت رفضت وتحفظت في مشاعرك. بس ما تزبطوش مع بعض الكلام. احتمال هذا الشخص بيعمل تواصل روحي معاكم على فكرة جدا. احتمال هو بيعملكم انه تتجهوا اليه، ولكنه بيعمل نفسه صامت ومش متحرك نهائيا. كمان انتوا تفكيركم مشتت فيه، لانه هو بيعملكم تواصل روحي عالي جدا، لان الشخص هذا متواصل جدا جدا، لانه حساس. والناس الحساسين عمق الألم عندهم بيخليه يطلع طاقة توصلك بسرعة. فالشخص هذا يا إما بيعمل تواصل معكو، أو الشخص هذا متعمد إنه ما يبين مشاعره أمامك، ولكنه يبين إنه فرحان ومبسوط. هذا الشخص صغير بالسن أو شخص غير ناضج بأفعاله، لأنه هو نوعا ما بيحبس مشاعره داخله، لكن بدون ما يدرك ليش هو بيحبس مشاعره. يعني هو مش مدرك انه ليش حبس مشاعره وليش هو بالطاقة هاي اصلا. لانه هون عندي نفس الشيء، حتى انت مش فاهم عليه، يعني مش فاهم انه ليش اغلق او ليش تباعد عنك. هو حزين، هو مش فاهم نفسه، فهو بحاول يعني بحاول انه يلهي نفسه في الحياة، في الانشغالات والأفراح والشغلات هاي كلها. أتمنى إنه بتواصل معكم. على فكرة التواصل بينكم عالي جدا جدا جدا. الشخص هذا والشخص هذا بمر بمراحل زي مراحل العروضات، هو يعرض على أشخاص الصداقة أو الأشخاص يعرضوا عليه، يعني كأنه مشغول بالسوشيال لحتى يخفي أوجاعه ويخفي الشيء اللي بداخله. طيب خلينا نشوف مشاعره من ناحيتك. هون عندنا برج الحمل، برج الحوت، وبرج الدلو. احتمال انه انت بتعمل حوت، دلو، وحمل. وعندنا هون ابراج التاور والسرطان شفنا فقط، مش ابراج لكن الطاقات هوائية طاغي كثير على القراءة الهوائية، ترابية، مائية، ونارية، موجودة كل الطاقات. وهو في طاقة مائية، هو حساس يعني، هلا هو في الرومانسية والزعل الحساسية الزائدة. طيب هو شو مشاعره من ناحيتك؟ هو مشاعره النايت اوف سورد، بسبب هو حاسس انه انت طلعت من العلاقة هربت، يعني هربت بطريقة سريعة جدا. وتسحبت من العلاقة، وشكل انك انت تسحبت برضو. هو شايفك انه انت، هو حس من ناحيتك انك انت تبعدت عنه، وبرضه زي ما حكيت لك انت استسلمت للامر الواقع
وكأنه كل شيء عمله فيك حطيته بداخلك بنفسك انت بنفسك وصمتت، وكأنك انت واجهته مرة واحدة وخرجت من العلاقة بكسرة قلب، ولكن صمتت على هاي الكسرة وكأنك قعدت تدور في المجهول وعبس ما لقيت شيء. يعني ما لقيت شيء انه تمسك على هذا الشخص، يعني حاولت انه تلف وتدور وتتواصل معي عشان تحصل على معلومات، لكنك انت ما قدرتش، انت ما قدرتش تجمع عن هذا الشخص معلومات. فهو شافك انك انت بعد ما يعني انه ما قدرت تعرف انه هذا الشخص هل هو في علاقة، هل هو تركك عشان شخص اخر، ما شافك انك انت حاولت تجمع عنه معلومات، لكن انت زي ما طلعش في ايدك هذا الشيء وطلعت خلص نهائيا من العلاقة والتزمت الصمت. وكمان شافك انك انت متواصل بارع جدا جدا، عندك روحانيات عالية جدا جدا، وهو حاسس بالتواصل وحاسس انه انت متمسك فيه، متمسك فيه جدا. ليش؟ لانه شافك انك انت حاولت انك تستكشف عنه بعد بدل الاشياء وما قدرت تجمعها، فقررت انه حتى لو جمعت اوكي بس مش الشيء اللي يدينه، ما قدرتش تدينه انت نهائيا. وشافك انه انت خلص يعني طلعت لميت اللي لميته، سواء كلام سواء عتاب بيناتكو اي شيء، وانسحبت وصمتت، اصبحت صامت. بس هو شافك انك انت بطريقة عقلانية، يعني في شيء انت لفيت فيه ودورت او بعثت له مساجات عتاب لكنها قاسية، يعني فيها نوع من الجلد، يعني نوع من تأنيب الضمير، يعني خليته يأنب ضميره وقعدت. في شيء انت عملته زي مش مقر، لكن زي حاولت تفوز عليه، حاولت تفوز عليه. برضو برج الدلو والحوت مشاركينه في القرآن، الحمل كمان. هو كيف بفكر فيك؟ هو شافك الكوين، بفكر فيك الكوين اوف وان، هو بده يصلح هذا الشخص، بده يفكر فيه انه يصلح الموقف، لانه حاسس انه انت زي هربت بعد ما فوت فيك، يعني لميت اللي قدرت تلمه وهربت، يعني هربت انت زي بجميع جوارحك بجميع تعبك بجميع كل شيء بدلائل بكل شيء وهربت. هو بده يصلح الامر، يعيد احياء هاي العلاقة، سواء ان انتو منفصلين من فترة طويلة على فكرة، للبعض منكم طبعا، وتنفع الانفصال جديد، فالشخص هذا قريبا جدا بده يصلحك. بس حدد انت شو بدك من هذا الشخص، وهو بينادى على السلم تبع اللي هو انت، فعلا هو بينادى عليك، وهو ضغط على عقلك، عشان هيك انت بتحس نفسك انه مرة بتكون كويسة او مرة لا، وبتحس نفسك مشتت. الشخص هذا طبعا تنفع القراءة للعكس يا جماعة، عشان ما حدش يحكي لي العكسية، هي قبل العكس، يعني اذا حسيت ان الكلام مش منطبق على برج جديد منطبق عليك، انت برج تاني بس الكلام والطاقة منطبق عليك، فهو إلك الكلام انت، واذا لا جدي كل واحد يعني بيعرف مشكلته وقصته بالظبط. طب خلينا نشوف شو بدي اعرفك عليه. الشخص هذا اللي بده بفكر مية قصة معك، وشايفك انك انت جميل جدا وعاقل جدا، وبرج الدلو طلع معك كمان يا جماعة. وكمان هو الشخص هذا بده خلص يقطع الافكار المشوشة من راسه، وبده يحس انه عقله
أصبح ثابت على حلم معين، على كاسة معينة، على حب معين. الشخص هذا مخه خلاط، فبده يريح هذا الخلاط ويكبس كبسة السفر إنه يوقف. وشو مطلع الخلاط؟ طلع بشربه. المهم إنه عقله يرتاح، وهو شافك إنه فكر فيك كالكوين، كأنه يجيك على شخص إنه جميل ويجذبك، وخلص يقطع هاي اللعبة الجيم اللي انتو بتلعبوه مع بعض، ويقطع كل الأفكار السيئة كلياتها. الشخص اللي بده يجي يبرر لك بحط لك 100 مبرر، بس المهم إنه عقله يرتاح لأنه هو مشدود لك بشكل مش طبيعي، ولأنه زي ما حكيت لك مخه قرب ينفجر من كتر ما بفكر فيك، ومن كتر ما بحبك ومنشد لك، ومن كتر ما إنه عقله مش ثابت إلا في حبك أنت، في التفكير أنت. خلص هو ثابت عقله فيك أنت. الشخص اللي بيحاول إنه يطلع مع الأصدقاء ويمرح ويفرح وكل شيء، لكنه بحاول إنه يعني يطلعك من عقله، لكن مش قادر هذا الشخص إنه يطلعك من عقله، لأنه بحبك جدا 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 ونوايا كل خير من ناحيته. برج اللبر اللي عفوا برج الجوزاء وبرج التوأم، فهو الشخص اللي بفكر الناس بحكي لأنه بده يريح عقله، لأنه عقله قرب إنه ينفجر. طيب هو كيف شايفك؟ وشايفك إنك أنت شخص حماسي وأسري وبحب الأسرة والعائلة، شخص طموح جدا جدا. شخص بتحب تنظر للأمام، وشخص كمان جاهز دائما لأي شيء جديد. وأحكينا كمان شايفك إيش؟ زي المحقق ونم مكتشف رائع أو كاشف بارع جدا جدا. وهو كمان شايفك إنك أنت لكن متريث وصامت، مش الصمت الصمت الهادئ، لا صامت لكنك متحرك. يعني كيف صامت؟ ما بتعمله في الكلام، لكنك متحرك في حياتك، بتكمل إنجازاتك، بتكمل أعمالك، بتكمل كل شيء. وشايفك إنك أنت مرح جدا، وأنت بتحب الاستقرار الأسري جدا جدا. واحتمال البعض منكم أنتوا تكونوا في زواج، أو الشخص هذا يكون في زواج، بس أنا أقترح إنه الشخص هذا يا أصغر منكم بس بسنة مش كتير، أو أنتوا اثنين في نفس العمر. بس هو شايفك شجاع ومقدام جدا، و شايفك انك انت متمسك في رأيك، وانت جاهز زي ما حكيت لك، انت ريدي لكل شيء. شايف شخصيتك العشر فؤوس، يعني شخصية متكاملة جدا، مريحة فرحة مع أسرتك، عشان هيك هو بيحاول يمرح زيك ويفرح، وبيحاول يمكن هو يلفت نظرك على السوشيال إنه شخص محبوب وحبوب وكل الناس حواليه. كمان أنت بتراقبه من مواقع تانية، لو هو حط لك بلوك يمكن أنت بتراقبه من مواقع تانية، عندك أكونتات تانية، وهو شايفك أنت بتراقبه وهو بيراقبك، وهو شايفك إنك مرح و مبسوط وشخص بتحب تلمس كل وقت بوقته، وانك انت بتخترع السعادة اختراع، انك انت بتحب تكون سعيد ومتحمس لكل شيء، عندك حماس لكل شيء. طيب هو شو نوايا من ناحيتك يا برج الجدي؟ هو نوايا الاستقرار، يعني بصراحة الشخص اللي بده يستقر معك من نوايا استقرار جدي، و خطوته القادمة إنه يقدم لك كاس الحب كله ويعترف بمشاعر هذا الشخص. بس أنا حاسة إنه بده يصلحك، مش يعترف بمشاعره، هو اعترف لك وخلاص، أو لف ودور
لكن انت عارف انه بحبك، لكن الشخص هذا حاسس انه في تاتش صار بينكم مش صحيح، او دخل حدا بينكم وقع بينكم وطلع، لهيك هو بده يعيد كل شيء وبده اياكم تتحاسبوا، ولكن بطريقة كبيرة، بطريقة مهذبة، بطريقة جميلة جدا، بطريقة راقية، مش بطريقة الحساب اللي هو بكون شجار، لا هو بطريقة بده انه يكسبك كمان مرة لصفه او لقلبه، او يكسب قلبك عفوا، لانه هو برضه يمكن احساسه انه في حدا عرض عليه الحب ودخل بيناتك وعمل شبكة كبيرة وطلع هرب من العلاقة، وانت حاولت تستكشف الشخص اللي تستكشف عنه وما قدرت، اللي استكشفته واللي جمعته ما اثبتوش او ما دانوش هذا الشخص كفاية، ما كانتش ادانة يعني كفاية انك تدين هذا الشخص، فهو ناوي انه نايف اوبنتيكال و بداية جديدة، الشخص اللي يتفق معك كفاية. الشخص هذا بده يصلح قلبك، قلبك المكسور وندمان عليك جدا، ان شاء الله زي ما شفته زعلان، زعلان جدا، هو متباعد انه زعلان وحساس جدا ومشوش. الشخص هذا نوايا خير، يعني نوايا صدقا للشخص هذا تعبان، صدقا تعبان جدا جدا جدا، ونوياه كل خير، يصلح لك قلبك المكسور اللي كسره. والشخص هذا اذا كان في طرف دخل بينك وتالت، فالشخص هذا بده يلغي هذا الطرف، بده يصلح قلبك المكسور ويطلع الطرف التالت هذا، والشخص هذا بده بداية جديدة معاك، وتعملوا اتفاق على بداية جديدة، يمكن انتوا تكونوا في العمل مع بعض، ويمكن يعطيك فرصة عمل جديدة معاه، او انه اذا الشخص تبعد عن العمل وعن كل شيء، عن الساحة حواليه، فالشخص هذا راجع وبده يرجع للعمل من اول وجديد، وكمان الشخص بده يتفق معاك على شيء انه خلص كملوا مع بعض. خليني اشوف هل في طرف تاني في حياة الشخص بقول جد، هو لحاله يعني مش شايف معي حتى، مستقر لحاله، ممكن يظهر لك عشان يغيظك، بس الشخص هذا بحبك جدا، يعني اكثر من هيك مش راح احكي لك، بحبك جدا، جاي يصلح لك قلبك بس، فقريبا جدا الشخص هذا، بس انت نادع السلمي تبعك عشان يجي الشخص الصح. إذا كان هذا السلمي تبعك فانده عليه، انت عارف هذا الشخص، انده عليه، لأنه هو جاي، هو جاي، يعني طمن هو جاي، لكن خلنا اشوف لكم بيس السلام، هون بيحكوا لك ان السلام يأتي من أن نتذكر الحب هو حقيقي، فأنت أطلع من طاقة النيو فورشن، أنت في عشرة الحظ على فكرة أنت محظوظ، يمكن الحظ لعب دور معاك ودخلت مشروع جديد، حسيت نفسك أنك اتقدمت في حياتك، لكنك من داخلك مكسور، بحس أن الحب هو شيء كاذب، فبقول لك أنه السلام الداخلي، إذا أنت بدك سلام داخلي تأكد أول إشي، صدق إنه في حب. طيب أشوف نصيحة لك يا وجه جد، شو تعمل قبل ما نصيحة، شو تعمل، شو مشاعرك أنت من ناحية هذا الشخص، مباشرة مكبوت أنت بتحبه كمان، ما أنت حاسة المصير، وأنت حاسة إنه نفسك يكون خلاص تكمل حياتك معاه، والشخص بحبك وتتنين بتحبوا بعض، خليني أشوف شو النصيحة إلك
انت عليان، مش عليك، انت عليان، عليان جدا، وانت مكذب الحب مع انك بتحبه، لكن انت مكذب الحب ومكذب كل شيء، وكأنك انت ندمان انك دخلت هذا الشخص لحياتك، وكأنك اكتشفت عليه كتير اشياء بتفكر فيها بطريقة يعني خلتك شخص مش قادر تفكر او تجمع بشيء غير هذا الشخص، انه ليش عمل فيك هيك، ليش غدرك، ليش خانك، ليش غشك، اي شيء. تقريبا انت ما بتنام في الليل نهائيا، حتى لو نمت يعني نومك مشوش بكون. فاخرج من هاي الطاقة وادعي انت ايش بدك، ونادي على الصورني تبعك والشخص هذا منيح. انا مش شايف نوعية شيء نهائيا، يعني انه مش منيح، انصحكم لا بتقربوش، لا قربوا وافتحوا قلبكم للشخص هذا، وحضروا نفسكم الشخص هذا قريبا راجع، قريبا جدا كمان شخصية متجهة اليكم، برضو طاقته متجهة اليك، فاتح قلبه لك للحب، لانه كمان هون برضو 3 of cups.